حدى قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة نزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا ولعينيك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أفضل الصيام عند الله. صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية أخرى للبخاري ومسلم قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لذلك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: ف
فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس. قال: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال لي: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن بلال وأبي أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه من دأب الصالحين قبلكم، أو فإنه من دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله. وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة أو بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. والقانتين هم الطائعون والعابدون المخلصون، أما المقنطر فالذي قد أعطي قنطارا من الأجر، وقد جاء في بعض الحديث أن القنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. وعن عبد الله بن حبشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،